الحمد لله، نشكر المؤسسة هذه على ما قدمته للمواطنين عبر المنافذ الداخلية للمملكة العربية السعودية. نشكرهم، الله يجزاهم خير، يفعلوا عمل صالح. نشكر مؤسسة البادية الخيرية على ما تقوم به من جهود، من إرسال المياه الشرب والعصائر للأخوة العالقين في المنفذ هذا اللي لهم من 7 أيام أو 8 أيام، اللي تشوفون السيارات هذه أمامكم طابور كامل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم. نشكر مؤسسة البادية الخيرية على إغاثتهم للعالقين بالمياه الشرب والعصيرات وما يحتاجونه في المنفذ، وهذا إن شاء الله في ميزان حسناتهم. نشكر مؤسسة البادية على توزيع المشروبات من عصير وماء وفطائر، على كل ما قدمته مؤسسة البادية الخيرية، جزاهم الله خير. الوالد فلان صحت انت حق المطعم من القاع عبد الذي معاه
دخلونا شوفوا لنا اي حل، قالوا احنا ما نقدر، ما عندنا الخبر، احنا ما عندنا يقدر. يلا 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 يلا